السلام عليكم، الاسم ديالي سناء أرحو، انا مرت داك السيد محمد المناعي. نقول لكم الزواج ديالي بداك السيد كان تزوجت به على 16 عام ونص، وكان كله عذاب. داك الزواج اللي كنا انا وياه به كله عذاب، كنت كنخدم معاه، تزوجت به قاصر، كان كيخدم تخرس، كنت كنعاونو في تخرس، كنت كنعاونو، كنت ساكنة مع مو في البيت، كان عطينا غير بيت، كنت كنسكن معاه وكنخدم معاه تما في الكولا وتخرس داكشي. وصافي حملت بريم، ريم الكبيرة، بنتي الكبيرة، حملت بيها. صافي وقع المشاكل، النبة الأولى، النبة الثانية، النبة الثالثة. أنا النبة الأولى ما كنتش هكا، دست عند الخابر بالرادة، درت السرفاكيتا، درت العرس، درت بحال كاع الناس. من بعد بقى كيقول لك انت كديري كتفعلي، بقى كيحط عليا الباطل بزاف. النبة الأولى منين أنا كندير هاد الشيء هذا كامل، علاش ولد معايا خدك خمسة د الولاد؟ قال لك انا كنشم وكنشم البوطه وكنشم كندروكا، كندير بزاف ديال الحوايج، هاد الشيء هذا راه ما كاينش. هاد الشيء اللي انا علاش هو كيقول ما عرفتش، هو هاد الشيء كيقولوا غير باش عنده الربح، يدخلني يا اما للحبس يا اما باش يدي لي نفقه ولادي، هذا هو اللي كاين. وهذاك النهار ما عمره يكون طنجة. كنت حملت بريم سبعات لي الام ديالي، حملت بامجاد سبعات لي الوالده ديالي، حملت بنياد سبعات لي الوالده ديالي. بعمران قال لي سيري ولدي في داركم، ما بغيتش نولد في دارنا، صافي خرج. علاش والديا تا هما كيردوني لي صحه؟ تزوجت به اصلا الزواج ديال صحه بالعنف، الزواج ديال هو بيدو، كان كيتعنف عليا بزاف، كان كيضربني، ضربني رجلي بالمضى بالموس، ضربني الرجلية النبة الثانية. عندي هاد الشكايات، هو عندكم شي حكايات تبين لكم؟ انا ضحك عليا، ضحك عليا، حيد لي ديك الشكايات ديالي كاملين اللي كنت كنديكلاري به. ولكن كلشي راه كيبقى في الخلية ديال فاس، كلشي عندي، التصاور مضروبة عندي، كلشي هذا اللي كاين. هو مسالي باش يمشي ديكلاري داكشي، انا ما كنلقاش فاش نحك في راسي. اللي كيبينوا لكم راه داكشي ديالي ماشي ديالو. ديك الفراش شراتو لي قلوب رحيمة، ديك الجمعية هي اللي شرات لي داكشي كامل، هذاك الشيء ماشي ديالو كاع، حتى شي حاجه. خصني يبين لي هذا الراجل هذا شي حاجه اللي دارها بدراعه ماشي بدراع ديال عباد الله. يعني هذاك السيد هذاك عراني وعرى حوايج ولادو وكسا وحده اخرى، راني ما نسمحلوش. كنت بيا بولادي كان بيها كنينيكس النبه الاولى، وطلع هو عليه فاش حملت بزين العابدين، طلع هو لقاني كاريا لي الجمعيه، حيد لي الفراش ديالي كامل، قال لي حقه باش نردك فاس دوك الشيء. صح ديك الشيء ما كانش، غير حملت ما ولاش طلع عليا. ديك الولد اللي كيهضر عليه كيقول لك زين العابدين، راه نقول لي وصفوا لي كيدير في وجهه، راه ما عمر طلع عليه ولا شافه. ولدته في محمد الخامس غير بوحديتي، حتى شي واحد ما طلع عليا، مع عائله كامله ما جات عندي حتى شي حاجه، ولدته غير بوحديت من تما وانا معصبه، من تما وانا مكريزي. وكتسمعي الخبر انا شاد ضرب هاد الاولاد، حاضنه عليهم لا من البرد ديالهم لا من كسوتهم لا من المرض ديالهم لا من ليكوج ديالهم. وفي الاخر كتسمعي راه مع وحده اخرى جالسه معها في البرطمه ديالي في الدوق ديالي، ديك الشيء هذاك كامل اتتو على الدوق ديالي ومشات جلست في وحده اخرى. لا كنت خدامه هنايا، وكنصيفط له، وكان كيجي لهنا كان كيدي لي الفلوس، بشهد مولات الدار، بشهد كلشي. حيت جيت النبه الاولى باش ولدت الوليد عمران المنيعي، ولدته في جمعيه الموخات سوق برا. وفاش ساعدتني الجمعيه هو طلع باش خد كلا لي دماغي، ولا حملني بالولد الاخر، وكلا لي رزقي، كلا لي فلوسي، وعرى ولادو، خلاني في الشارع هكاك، وخلاني وبسبب ديالو مولات الدار محيده لي الظلمه، والجمعيه وقفت لي الكرب اللي حصلوا معايا، قالوا لي انت عندك الراجل. ما في الاول كانوا مساعديني، ولكن بسبب ديالو هكاك هاد السيد هذا ديما قاطع رزق ولادو، قاطع لي رزقي، ما نسمحلوش. دافع بيه، ما خرجت لي حتى شي حاجه. لا باقا ما نطلقش. لا هو دفع الطلاق ديالو، انا دفعته وعاودت، ولكن ما بغاوش يطلقونا. انا بغيت نرد على ديك السيده برنسيسات اللي كتقول لك انا ضربت ولدي بالمضى، ضربت ولدي خصها غير تبين وجهها بوجه واحد اخر، دي علي انا وجهي باش تبين هي وجهها. هذاك الشيء راه ما كاينش. دز ولادو دزو عند الخابر، قال لك ولادي تعرضوا للاغتصاب، قال لك انا حامله بالتوام، لا قالها الراجل
وقال هذاك الجمعيه ديال برنسيس هذا الشيء راه ما كاين منه والو. انا دست عند الخبير بيا بولادي وانتم غادي تشوفوا ولادي مورا الفيديو وديك الساعه تحكموا عليا باش بغيت. كيقول لك ولادي انا كيكونوا في الشارع كيكونوا دايرين في الزنقه كيكونوا هذوك الولاد ما عندهم لا دو لا ما في الدار ما عندهمش اللي ينفق عليهم ما عندهمش اللي دق عليهم. هذوك الجيران كاملين اللي كيهضروا راه ما عمرهم عطاوهم حتى طبيصل د الماكله كيف الناس راه غير كيتشفوا فيهم غير عندهم الربح يخرج من ديك الدار. حيت هذاك مول الدار اللي كان كيهضر عنده الربح نخرج انا يدي ولادي الخيريه غير باش نخرج لهم ديك الدار حيت ما كنخلصش الكره. جالسه تماك بلا كره داكشي علاش هازين معايا الضد علاش في العيد الكبير كلشي كيعيد كلشي هذا ما عمرهم دقوا عليا عطاوني حتى شنتو في هذا اللحم منهم هادو كاملين اللي كيهضروا. علاش هاد الجمعيات برنسيسات اللي قالت لك انا كنعطيها ما عمري تبلغت بشي حاجه بالعكس هي شفرتني تليفوني وهي دات لي زين العابي ديال الكوميساريه الولد ديالي الصغيور. علاش زعما حشومه علاش تسعب وجه عباد الله وتسعب وجه ودي التقليد. علاش دابا قول لها تدق عليهم دابا ولادي هما في الشارع قول لها تجي تدق عليهم يلا انا مطرقه عليهم ما كيلقاو ما ياكلوا ما يشربوا الا ما عطيتها لهم شمهم راه ما كاينش اللي عقل عليهم كذب عليك كذاب. لا يقول لك برنسيسة ولا شي جمعيه ولا هذه كذب عليك كذاب راه ما كاينش اللي عقل عليهم لا جيران ولا جمعيات ولا حتى شي حاجه. كلشي كيصورهم حد من النوبه الاولى النوبه الثانيه ما كيوليش تبلغ حتى شي حاجه. كنوجه رساله لذاك السيد اللي انا معاه انا بغيت نربي ولادي ما بغيت نربيهم لي حتى شي واحد لا خيريه ولا الاب ديالهم بغيت نربيهم راسي وانا مستعده نخدم عليهم ولكن خصو هو ينفق عليا ويعطينا فقد ولادو ينفق عليهم. وانا كنوجه واحد النداء لذوك الناس الحومه وذوك برنسيسات اللي كانت كتهضر في ذاك الفيديو راني شفتو على الدراري اللي مكويين على ذاك الولد انا ضربه بالموس ما ذاك الشيء راه ما كاينش. البنيته عندها الشمعه قطرت لها في يديها ما كاين لا كويه لا ضرب لا عنف. الوليد الصغير عنده ديك الضربه ديال الموس راه غير كذب عليكم قال لك باش تشريو له السقاطه انتم اصلا ضغطتوا عليه باش يقول ديك الهضره. ها هو غادي تشوفوه مورا الفيديو ما عندوش ضربه بالمضى هذيك النجره تشبط في واحد الكاميو ونتنجر من الشانطي ماشي ضربه بالمضى المضى وراه شافو الطبيب. انا ما قبضتش وشديت ولادي غير هكاك راه تا دازو عند الخبير ودازو عند القانون عند وكيل الملك عاد باش عطاوني ولادي.